هذا وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، والتي تركز في استهدافها حاليا على المستشفيات وطواقم الإسعاف، معارضة حياة المرضى وألاف المدنيين لخطر الموت. وطالبت الخارجية الفلسطينية بموقف دولي إنساني حازم يجبر إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة فورا، ووقف استهداف المستشفيات، وضمان حماية المدنيين وتوفير جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحماية الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في المستشفيات.